الجيش المصري بوقفته على الحق، وطول ما احنا دايما في نصرة او في نصرة الحق، ربنا سبحانه وتعالى هيكرمنا وهيوفقنا. الحالة المصرية بتواجه تحديات لم يسبق ان واجهتها مصر في العصر الحديث، في 200 سنة اللي فاتوا. معقول؟ ايوه، تحديات ضخمة جدا في كل المجالات، السياسية نعم، الاقتصادية نعم، الأمنية نعم، الاجتماعية نعم، أقول الأخلاقية نعم، أقول لك الدينية نعم. الله، مال في إيه؟ مال في إيه؟ اللي موجود مشكلة. طيب يا ترى حجم الوعي اللي موجود، أنا لما بتكلم على الوعي بتكلم على مجمل الوعي مش كتلة منه، مدركة لحجم المخاطر والتحديات اللي موجود فيها الوطن أو اللي بيواجهها الوطن ولا لا؟ حالة الفهم اللي احنا المفروض تتشكل عندنا، مين يعرف ما تواجه بلدنا من التحديات ديت؟ طب ده مش كده وبس، ومين لما بيعرف التحديات ديت بيحطها جنب بعضها عشان يشكل بيها الصورة؟ لأن محصلة التحديات اتنين تحدي غير ثلاثة تحدي غير أربعة تحديات غير كل التحديات، محصلتها تأثيرها يعني عايزة وقوف واصطفاف حقيقي من الأمة المصرية، من كل الشعب المصري.